السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح الآن نفرجيكو طريقة عمل مخلل الحروش. في عندنا الآن حروش طازج. الآن راح نشوف كيف بدنا نخلل الحروش. وفي عندنا فلفل حار أخضر، وفي عندنا حبات الثوم، وفي عندنا الملح، وفي عندنا سكر، وفي عندنا المية طبعا، في عندنا المرتبان اللي بدنا نخلل فيه. الآن راح نشوف كيف بدنا نخلل الحروش الطازج. الآن راح نقطع الفلفل الحار عشان نضيفه لمخلل الحروش. طبعا الفلفل الحار حسب الرغبة، إذا الإنسان ما بحبش الحار ما في مشكلة، بيقدر يخلل الحروش بدون فلفل حار، ويمكن إضافة الخل الأبيض إلى الحروش، ولكن إذا لم يتوفر الخل ما في مشكلة، بنخلل الحروش بالملح والماء والسكر. الآن انتهينا من الفلفل الحار، هسه بنقطع الثوم. طبعا يتم إضافة الثوم عشان تعطي نكهة خاصة للمخلل. صور هنا، صور الطجات هذا، جيب عليها هسه، جيب على ايدي. الان راح نشوف كيف بدنا ننظف حبه الحروش قبل التخليل. نفتحها، بنقطع الحبه على اربعه، بتم تفريغ اللب الداخلي للحبه، نتخلص من اللب الداخلي للحبه، بعدين تقطع الى اصابع او شرائح حسب الذوق. ممكن تقطيعها إلى شرائح أقصر مرة أخرى. هنشوف كيف بدنا نقطع حبة الحروش. نقطعها على أربعة، بننظفها من اللب الداخلي، تم تنظيفها من اللب الداخلي، وتقطع إلى شرائح. صور هنا، الآن تم تقطيع الحروش إلى أصابع بعد ما تم تنظيفه وغسله. الآن راح نشوف كيف بدنا نخلل الحروش. المرتبان، نقوم بإضافة قليل من الفلفل والثوم في الأسفل، ويتم إضافة قطع الحروش داخل المرتبان. الآن نقوم بإضافة ما تبقى من الفلفل والثوم. ونضيف ما تبقى من حروش.
الآن في عندنا هون مرتبان معجون البندورة، هذا المرتبان سعته 6 كاسات دبل ماء، كل كاسة بنعطيها ملعقة ملح، يعني رح نعطي المرتبان 6 ملاعق ملح، 1 2 3 4 5 6 زائد قليل من السكر. الآن عندنا 6 كاسات ملح، 6 كاسات ماء مع 6 معالق ملح. الآن نقوم بتذويب الملح في الماء ويضاف إلى مخلل الحروش. كل مرتبان بده 6 معالق ملح. مرة أخرى نضيف الماء ونضيف 6 ملاعق ملح، 1 2 3 4 5 6 زائد رش قليل من السكر. طبعا السكر عشان ينشط البكتيريا ويسرع في عملية التخليل. يمكن إضافة الخل الأبيض إن توفر. الآن تم تذويب الملح، يضاف الملح الماء المملح إلى مخلل الحروش. الآن يغلق المرتبان بإحكام ويترك لمدة 2 أسبوع.